طب يا مولانا، اتفضلي السؤال بقى، اتفضلي. صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. افرض انا والدي مثلا توفى، أيوة وانا هطلع ان شاء الله اضحية عن نفسي وعن زوجتي مثلا وعن اولادي، أيوة ينفع حد يضحي عن الذين رحلوا؟ أه الله أه والله، دار الإفتاء وعلماءنا في دار الإفتاء ردوا بالإجابة نعم، الله والثلاث مذاهب عندنا بفضل الله عز وجل أجازوا ذلك. قال لك لأن مين أحوج، الحي ولا الميت؟ والله الميت لأنه انقطع عن الدنيا. عاجز، عاجز هو هيتصدق إزاي؟ وقالوا إنها باب من أبواب الصدقة، على ودي الأب. فتوى في 2022 بفضل الله عز وجل بدار الإفتاء المصرية. طيب ما احنا ننبه الناس اهو بقى، فرصة لو والدك الله يرحمه او والدتك ربنا يرحمها يعني توفاهم الله، تقدر بالنيابة عنهم الاول تضحي عن نفسك عشان تبقى انت عملت اللي عليك، وبرضه تضحي أضحية تخص والدك او والدتك، او زي ما سيدنا النبي ضحى بالنيابة عننا كلنا. انت تقدر تعمل كده، لان برضه ما اعرفش ولا حاجة تصحح لي. اتفضل. اذا انا اتصلت دلوقتي بنبض الحياه قلت لهم انا عايز اعمل مثلا خروفين مثلا، او سبعين، او جميل جميل، حاجه عني وعن اسرتي، تمام. وحاجه عن من لم، زي ما سيدنا النبي عمل، من صحيح. لم له القدره على التضحيه، هل هاخد ثواب؟ شوف بقى، الله. شوف كم مليار مسلم ما عندوش امكانيه يضحي، الانسان والمصري اخد ثواب كل دول؟ شوف شوف المصريين بطبعهم بفضل الله عز وجل بيدوروا على ايه؟ على الذكاء، ويدوروا على اكبر عمل واحسن عمل يحقق لهم اكبر قدر ممكن من الحسنات. يا رب. كل واحد بيحب يدخل السعاده والفرحه والسرور، وده يوم اسمه يوم العيد، والعيد اللي جاي ده عيد الاضحى بيسموه عيد اللحمه. يا سلام بقى على اسر جميله جدا اولى بالرعايه واكثر استحقاقا، انا ما عنديش علم بيهم، لكن مؤسسه من مؤسسات المجتمع المدني عندها الجيده زي مؤسسه نبض الحياه بفضل الله عز وجل عندها علم بيهم، وعارفه كل واحد بيته فين ومكانه فين واحتياجه ايه. طب جايبين الخريطه العمل المدققه دي منين؟ لان في بعض الناس لجان من بحث يا حبيبتي لا، وفي كمان ايه، في ناس منهم احنا وصل لهم وصلات ميه، هيبقى ما هو ده المحتاج. أيوة. في ناس منهم بفضل الله عز وجل ساعدناه، يعني دخلتوا بيوتهم كمان شفتوها من جوه، الله ينور على حضرتك، تمام. في ناس ساعدناهم ان هم يجوزوا بناتهم بفضل من ربنا عز وجل، في ناس بفضل من ربنا عملنا لهم سقف، في ناس بفضل من ربنا سبحانه وتعالى عملنا لهم ابار تجميع لمياه الامطار لاهلنا في مطروح، في ناس بفضل الله عز وجل يعني احتياجاتهم كانت كذا وكذا وكذا. عندنا خطط عمل مدققه وخريطه عمل مدققه واسماء مدققه بفضل الله عز وجل تحت قياده الدكتور عبد العزيز محمد رضا المدير التنفيذي لمؤسسه نبض الحياه وفريق عمل المشروعات اللي بيوصل الليل بالنهار بفضل من ربنا عز وجل فرحه وسعاده وسرور. ليس العيد لمن لبس الجديد، انما العيد لمن طاعته في هذا اليوم تزيد. يا رب. شوف الجمال والعظمه بقى بمسيدي وحبيبي وحبيبك وحبيب الدنيا كلها صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، يقول في الحديث الصحيح: ما عمل آدمي يوم النحر من عمل أحب إلى الله من إهراق الدم. ده العمل اللي هو إيه بقى؟ أعلى حاجة إنك يبقى لك أضحية بفضل الله عز وجل، يا سلام، وبشارك بقى بيها مع مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني، ودي العلامة الجميلة جدا اللي بتراعي عدالة التوزيع. زي ما قلنا برضو أنا وحضرتك ان انا ممكن النهارده انا ذبحت لله سبحانه وتعالى عندي، ده جميل جدا وكل حاجه، واديت مصطفى، والاستاذه نشوى ذبحت واديت مصطفى، وفلان ذبح وادى مصطفى، وفلان ذبح وادى مصطفى، قال لا، طب واحمد اللي جنبه ده ما خدش، فهتلاقي ده سعيد وفرحان، انما ده يا عيني ليه بقى؟ لان انت ما عندكش السياسه الجميله جدا المجتمعيه اللي هي موجوده في مؤسسات المجتمع المدني، ومنها مؤسسه نبض الحياه، بيبقى عندها كشوف جميله جدا كده بتبقى موجوده، منها رقم واحد، ورقم اتنين بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني اللي هي منتشره في القرى والنجوع والكفور، والحمد لله رب العالمين عندنا بيهم برضه كشوف مدققه. أيوة. من ايام كراتين رمضان. أيوة. انا برضه بذكر أيوة. عشان يعيشوا أيوة. معانا الواقع اللي مؤسسه نبض الحياه شغاله بيه. أيوة. شغالين معانا طبعا، كل واحد بياخد كرتونه بفضل الله عز وجل اسمه بيتسجل.